بارك الله فيكم. هل من السنة إذا صلى الإنسان صلاة الضحى أن يقرأ فيهما بسورتي الشرح والضحى، وما صحة ذلك؟ نعم، هذا السائل يقول: هل من السنة إذا صلى الإنسان صلاة الضحى أن يقرأ فيهما بسورتي الشرح والضحى، وما صحة ذلك؟ ليس لصلاة الضحى قراءة مخصوصة، لا هاتان السورتان ولا غيرهما، بل تقرأ ما تيسر من القرآن، تقرأ ما تيسر من القرآن أو من سور القرآن، والحمد لله هذا هو المشروع. أما أن تلتزم بسور معينة في صلاة الضحى فهذا لا دليل عليه. نعم.